الثانيه من الدوره الاستثنائيه بعد انعقاد الجلسه الاولى الاربعاء الماضي، وتمت فيها مسابقه علينا من الداخلي من جهه مجلس الجهه طنجه تطوان الحسيمه. الحمد لله، يعني اليوم توفقنا جميعا بالتوسيخ يعني الهياكل، باش نزلنا كل الهياكل اللي كانت باقا ستنزل، هي اللجان وهي اهم اشياء اللي خصها يعني تشتغل في اقرب وقت. اظن بان الحمد لله كان هناك تصويت باجماع كل يعني مكونات هذه اللجان، واخص بالضبط حتى اللجنه ديال المعارضه كانت اجماع عليها، وكذلك كان هناك تصويت على ممثل ديال المعارضه داخل الوكاله لاريب. واعتقد بان اليوم الحمد لله هذه الاجواء هذه اللي دازت بها اجواء ايجابيه ومطمئنه للاشتغال يدا في يد كاغلبيه وكمعارضه الانتظارات اللي كيطلبها صاحب الجلاله، واللي في الخطاب الاخير ديالو تنزيل النموذج التنموي في اقرب وقت، هو برنامج التعاقدي كذلك ديال الجهات وكل يعني ما يمكن ان يدفع في تنميه هذه الجهه. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.